تأجيل حسم اللقب حتى الجولة الأخيرة. فيها مرور سالم الدوسري، حاول لكن الروح، لكن الرغبة، لكن الإصرار. حكم المباراة يحتسب الخطر. عبد العزيز الجبريني يهدي اللعب، يهدي اللعب. حسين عبد الغني بيهدي اللعب. سالم الدوسري، لا لا لا، مستحيلة هذه المباراة. فقد الأعصاب الآن، فقد الأعصاب. كرت أحمر ثالث، كرت أحمر ثالث في مباراة نادرة بأن تكون بهذه الطريقة. توتر كبير جدا للاعبي الهلال. كرت أحمر، كرت أحمر لسالم الدوسري، يطرد بجانب جحفلي وسعود كريري في يوم كان فيه لاعبو الهلال فقدوا فيه أعصابهم في احتجاجهم على بعض القرارات التي كانت للحكم الاسكتلندي في هذا التوقيت. شوف اللقطة الماضية، شوف سالم الدوسري، أوه في اللقطة الماضية كرت أحمر مباشر من قبل الاسكتلندي بعد الاحتجاج. خلونا في المباراة، خلونا في المباراة. الحالات التحكيمية بالتأكيد تستمر، والصافرة تأتي متوجة النصر بطلا لدوري جميل لهذا الموسم. النصر يفوز باللقب ويتوج بطلا لدوري جميل في هذا الموسم.